أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم أن نستضيف لكم سيدات أعمال متميزات، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر تميز والأكثر نجاحا رحبوا معي بعيدة العباسي ونجمة أمير. بداية أسعد الله أوقاتكم. في بداية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر على حضراتكم. تفضلي مدام عايدة. السلام عليكم. أنا اسمي عايدة العباسي، من أصول عراقية وعشت بريطانيا حوالي 20 سنة، وانتقلت لدبي قبل حوالي 10 سنين. يعني زوجي حصل على شغل وجيت معاه. أنا اشتغلت بمناصب مختلفة بلندن وبالإمارات، وكان دائما حلمي أنه أحقق مشروعي الخاص. وأخيرا يعني قررت أنه أفتح المشروع اللي هو حفلة وفرحة، اللي هو مشروع للسعادة ووضع الابتسامة لكل الناس. هو يجي من منطلق الشيخ محمد بن راشد، لما هو بيركز على السعادة للمواطنين وللمقيمين، ويحب كل يشجع الإيجابية والسعادة بهذا البلد. فيعني أنا كان دائما حلمي أنه أحقق فشي من ضمن هذا الشيء. برافو عليكم، نتمنى لك كل التوفيق مدام عايدة. مدام نجمة، حابين نعرف السادة المشاهدين على حضرتك أكثر. Good afternoon ladies and gentlemen, my name is Najma Amir, I'm from UK. I am the co-partner in Hafland Farah. I have lived all my life in UK but recently moved into Dubai a year ago, and by profession I am a medical doctor and I have practiced in UK for all my life. But when I came to Dubai, I needed a change. I wanted to do something more exciting, something more which is relaxing and, you know, with the Dubai culture embedded in it. And the opportunity came with my friend. We've been friends for some time, and I joined in, we joined hands, and here we are after some time. It's a very short journey. I must say we started from scratch, and look at it. It is, I think, the most exciting place, the most beautiful place at the moment, and we are very passionate about it, to make it work and to enjoy ourselves as well, but to give enjoyment to the public as well. As Aida said, that we want to make a happy place. So thank you very much. Thank you. مدام عايدة، حابين نعرف السادة المشاهدين على الخدمات اللي بتقدموها في حفلة وفرحة. شوف، هو الاسم حفلة وفرحة، الاسم يعبر عن كل شيء. الاسم حفلة معناته بارتي، وفرحة معناته جوي، يعني أكيد الاسم كلش واضح. إحنا مكان الإقامة كل أنواع الحفلات والفعاليات. المكان هو حوالي 2447 سكوير فيت، فالمكان كبير. إحنا ممكن نغير المكان ونعمله بالستاب اللي مطلوب، يعني ممكن كوبريت بارتي، ممكن حفلة عيد ميلاد، ممكن حفلة ولادة، ممكن حفلة خطوبة صغيرة. وكمان عندنا فنعمل كل شيء. يعني هاي الحفلة احنا نقدم كل شيء، من الأكل، من الديكور المميز، من البالونات، من الانترتينمنت. يعني ممكن نجيب دبكة، ممكن نجيب تبع كمانجة، ممكن نجيب كاركتر، يعني واحد بيمثل شخصية الكارتونية وانترتين الأطفال بكل الثيمز المطلوبة. هذه واحدة من الأشياء اللي نقدمها، فالناس تيجي تحجز الحفلة. عندنا بيسك باكج وعندنا ادزون، فيشترون هذا البيسك باكج ويعملون ادزون للادلتس، حتى ممكن ليديز نايت. يعني في احنا جانا اوفر في نسوة، يعني مجموعه من الاصدقاء الحريم بدهم يسوون حفله، فيقعدون يحجزون المكان. فعندنا هذه الخدمه انه احنا نخليهم يحجزون المكان الحاله، يجي ويا سعر هذا المكان. طبعا الستاف مالتنا، الموظفين تو سبورت ذم، البانتري عندنا، عندهم راح يستعملون حوالي 100 مكان للباركينج مسموح، بس يقولون احنا من ضمن حفله وفرحه، فيخلوهم يباركون. وعندنا ساوند سيستم والكاريوكي وكل هذه، يحجزون المكان والفرنتشر، وعندنا كمان اثاث للحفلات. كل هذا ممكن يحجزوه لحاله، وهم يعملون اكلهم وطريقتهم. هاي واحده من الاشياء، اما ياجرون الفنيو او ياجرون الفنيو واحنا نعمل لهم حفله. وكذلك احنا نعمل وركشوبس فروم، يعني من فتره لفتره، اللي هي مثل صناعه الصابون، صناعه الشامبو، صناعه الاشياء الثانيه. وكذلك احنا عندنا كل يوم الاطفال ممكن يجون يدفعون
قيمة بالساعة ويعملون هواية فعاليات. عندنا مثلا الحديقة الجانبية، عندنا تحت الشجرة يعني chilling area اللي يقعدون يلعبون games وpuzzles وهذه الأمور، عندنا dress up characters يعني يلبسون ويباعون، عندنا the sweet cart، عندنا the swing، وعندنا a lot of activity. موظفين متمرنين كيف يتعاملون مع الأطفال وكيف يقضون وقت، وإحنا place يعني للأمهات إنه يستمتعون هم وأطفالهم. جميل جدا. مس نجمة، حابين نعرف السادة المشاهدين أيضا على الشيء اللي بيميزكم بحفلة وفرحة. As Ms. Aida mentioned that Hafla and Farah, we are an event organizing company, but at the same time on a day-to-day basis we have drop-in sessions for mothers and toddlers. We are a haven for mothers to bring in their kids. As you can see, we have under five play area where the mothers can leave their kids, and in the meanwhile they can relax, have a cup of tea and some snacks and have a lovely time here. At the same time, we take pride in attention to details. Whatever we are organizing, any event, we go into minor details and we take into consideration what the customer needs and what their demands are. And in terms of organizing an event, our priority is to have the customer's demands as well as their budget into consideration. So we don't have a set pattern of working. We work according to what the customer's needs and their demands are. And also, we are a very happy place, an ambient place, and very relaxed environment. We have many customers coming who have commented that this is out of this world kind of thing, which made us very happy and proud of ourselves. And our staff is all very dedicated, very friendly, and they are very keen to help out any customers that come through our doors. So I think this is one of our unique, and we are very unique in the sense that I don't think there are any other venues around at the moment. There are party organizers, but they work from home. So we are a venue and open to all customers. مدام عايدة، حابين اليوم تخبرينا أيضا، تخبري السادة المشاهدين على الرؤية المستقبلية لكم والخطط المستقبلية لتطوير حفلة وفرحة، وين نشوفكم بالمستقبل؟ والله احنا يعني بدينا بهذا المشروع وطبعا عندنا خطط مستقبليه ان شاء الله. حابين ان شاء الله نتوسع ونفتح نفس هذا اكثر من فرع في دبي، حابين نروح لابو ظبي، حابين ان شاء الله خلال يعني 3-4 سنين باذن الله نروح بالعين وبكل الامارات، لانه السبورت واحنا يعني الامارات يعني احسن مكان انك ممكن تسوي بي بزنس. يعني السبورت اللي تاخذه من الجوفرمنت، من الدوله، الاشياء اللي البروسس نفسه، يعني انك تعمل بزنس، يعني ما اعتقد تشوفها بهالسهوله باي بلد ثاني بالعالم. فهذه الاشياء كثير مهمه، انه نحس انه احنا عندنا قوه الدفع انه نتوسع، وهذا اكيد في شيء بالنا. وان شاء الله حابين نضيف سم يعني خدمات اضافيه، مثلا حابين يكون عندنا سياراتنا الخاصه باسم حفله وفرحه اللي تروح للبيوت، واللي بتعمل نفس الايفنت اللي نعمله هناك نعمله عندهم، ونضيف ونضل نغير ونضل نعدل ونكسب دخل الفرحه على البيوت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعون الله. شكرا مدام عايده، يعني نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وان شاء الله يا رب نشوفكم على مستوى السبع الإمارات وعلى مستوى الشرق الأوسط بإذن الله. شكرا كثير. شكرا. حابين اليوم أيضا نسألك ونسأل مس نجمة، اليوم شو بيعني لكم الأمن والأمان بدولة الإمارات العربية المتحدة كسيدات أعمال؟ طبعا هي دبي والإمارات بصورة عامة بلد حيوي، يعني ما تحس بملل، تشوف العوائل والناس تطلع نص الليل ويروحون مطاعم، يعني بحيث ما تباوع على الساعة، ما تحس إنه الوقت نص ليل أو شيء. هاي الأشياء نفتقدها ببلدان ثانية. أنا من الناس اللي عشت بلندن، يعني مثلا بعد 7 بعد 8 الأسواق مقفلة، إنه شوية خوف وهذه، بس هنا أنا ما نحس بهذا الشيء. فإحنا ممكن نبقى متأخرين، ممكن ناس تعمل حفلة لحد ساعة 10 و11. فهذا الموضوع كثير مهم وكثير يساعد إنه إحنا شغلنا
ينتعش، لانه احنا على قد ما نفتح متاخرين، على قد ما نلبي طلبات الزباين، على قد ما احنا نقدر نكسب اكثر وننتعش اكثر. فبارك الله بالامارات، ويعني وطبعا اكيد هذا بجهود شيوخهم العظماء والدوله اللي وفرت كل هاي الاجواء اللي ما خلتنا نحس انه احنا مجرد مقيمين، نحس انه فعلا انه هذا بلدنا. وفعلا فعلا يعني هم كثير مشكورين على هاي جهودهم اللي خلوا هذه الامارات فعلا بلد للسعاده. I would like to thank the government of Dubai and the rulers for providing us this opportunity to present ourselves and giving us this airtime. And I would say Dubai is the best place to be, and also Dubai is the best place to start a business, and it is a very safe country to do so, and the safety net on all the procedures are 100% on point. So thank you very much once again. دبي يعني من غير اي شك انه احسن مكان انه للعيش وللسعاده وللعمل اي مشروع. يعني اكيد طبعا نتمنى طبعا من رب العالمين انه يديم نعمه الامن والامان آمين على الامارات العربيه المتحده وعلى جميع دولنا ان يعني شاء الله العالم اجمع باذن الله ان شاء الله. امين. حابين قبل نهايه برنامجنا مدام عايده نوضح للسادة المشاهدين وين الموقع الجغرافي لحفلة وفرحة للفعاليات، وأيضا كيفية التواصل معكم. موقعنا إحنا ريتيل رقم 2 و3 في بناية اسمها البروميناد بفينسيتوري بوليفارد مقابل حديقة العجائب. ممكن التواصل معنا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميل أو عن طريق أرقام التليفون، وكذلك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني. جميل جدا. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول لحفلة وفرحة عن طريق الموقع الجغرافي، وأيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والويب سايت، وسوف تظهر لكم أسفل الشاشة مع أرقام الهواتف بإذن الله. في نهاية برنامجنا حابين نتشكركم جزيل الشكر مدام عايدة، شكرا كثير لك مدام نجمة. Thank you. وإن شاء الله بكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله. شكرا وموفقين أنتم، شكرا على هذه الفرصة الرائعة أنه خليتونا نوصل صوتنا، وهذا طبعا دعم كبير للمشاريع الصغيرة. إنه ونشكر الحكومة مرة ثانية ونتمنى الموفقية للجميع. آمين يا رب. شكرا جزيلا. شكرا مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.